نفتح سوا أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين نبدأ حلقتنا الجديدة من أبواب الخير في الموسم الجديد، ومعكم عمرو الليسي. عارفين إيه اللي دايما بيدي لحياتنا معنى واللي بيغير كل حاجة جوانا وحوالينا؟ عارفين إيه اللي بيجمل حياتنا ويديها قيمة؟ الحب. الحب اللي ما بيكون في أي حاجة بيغير شكلها ولونها وطعمها وكل حاجة فيها. يعني لازم تعرفوا إن أجمل عبادة هي اللي بنعملها بحب، وأجمل هدية هي اللي بنشتريها بحب، وأجمل عمل هو اللي بنعمله بحب، وأجمل أكلة هي اللي بنطبخها بحب، وأجمل جلسة عيلة هي اللي فيها مشاعر الحب على الوشوش وجوه القلوب. حتى العتاب ممكن يكون حلو ومقبول لو فيه حب. عشان كده لازم يكون الحب قانون في حياتنا. بروا أمهاتكم وآبائكم بحب مش أداء واجب، ربوا أولادكم بحب مش أداء واجب، اشتغلوا برضه بحب مش أداء واجب، ادوا الكون كله واللي حواليكم طاقة حب، هيحبوكم. بالحب هنتغير وهنتطور وهنبقى أرقى وأجمل إن شاء الله. وفي دعاء بحب دايما أقوله، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك، اللهم آمين. وأنا بحبكم جدا على فكرة، ويومكم جميل وبكل الحب. تعالوا بعد الفاصل ناخد أول مكالمة حقنا النهاردة برنامجكم أبواب الخير. للتواصل مع البرنامج بفكركم 25785893، أكيد حفظت الرقم، أنا حفظته. نطلع لفاصل يلا. رجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي، ومعنا على التليفون اللواء المحترم الرجل الفاضل اللي هو ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان لكل ما يتعلق بالأمور الشرعية الخاصة بصك الأضحية. الأورمان بتسأل ودار الإفتاء تجيب، ما هو صك الأضحية وما حكم الشرع فيه يا فندم؟ أنا طبعا أقول لسانك كل سنة طيب، وكل مصري وكل مسلم وكل حد على أرض مصر على أرض الدنيا بحالها في العيد الأضحى العيد المبارك، سنة مؤكدة هي صك الأضحية. أنا معلش سيد عمرو اسمح لي، احنا عاملين عندنا حاجة اسمها كتاب الفتاوي. هذا الكتاب عبارة عن أسئلة إلى دار الإفتاء بالرقم بالتاريخ بأمين الفتوى اللي جاب لنا هذا الإفتاء، عشان احنا بنسأل وبقى عندنا إفتاء شرعي وحكم شرعي. يعني أنا هقرأ لسيادتك من أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 226 سنة 2015 رد على سؤال من جمعية الأورمان، ما الحكم الشرعي في صك الأضحية؟ أنا آسف يا أستاذ عمرو بطول، لكن عشان دقة، أن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، وتابعت دار الإفتاء أن صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توقيت للذبح، وهذا جائز شرعا إذا رعيت كل الشروط. ده فندم من دار الإفتاء تماما تماما تماما. الهدف إيه؟ الهدف أنا بقول للمضحي اطمن، احنا بنشتغل تبع لدار الافتاء. تاني حاجة اطمن، هتوزع اكبر عدد من اللحوم على كل المستفيدين. احنا بيجينا كل سنة بقالنا اكتر من 20 سنة بنوزع على مئات 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 الاف الاسر في كل انحاء مصر. بنقول للمصري، وده بيكلمني ناس يا استاذ عمرو من كل الدنيا، من امريكا ومن كندا ومن السعودية ومن الكويت ومن من من الامارات، من كل الدنيا وقطر، انا في القرية الفلانية ضحيلي بمثلا برأس بقرة، ضحيلي برأس كذا، اعمل عاوز 5 رؤوس وزعهم على أهل قريتي. الحمد لله صك الأضحية هي هدية من المصري في كل مكان لأخوه المصري اللي موجود على أرض مصر الطيبة. بشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، من العبارات اللي استوقفتني جدا عبارة بتقول، القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إذا أحببت، والقريب بعيد إذا كرهت. يعني العبارات دي معناها إيه؟ معناها إن مشاعرنا هي اللي بتحدد المسافات، هي اللي بتصنع الصعوبات، وبرضو هي اللي بتدوب الخلافات. عشان كده لازم كل واحد يحدد مشاعره، يشوف بتقوله إيه، لأن المشاعر اللي بتخرج من القلب صعب تكذب عليك،
ودايما خلي نظرية السفتي قلبك قدام عينيك في كل خطوة أو قرار أو علاقة. قلوبنا نقية صدقوني ما بتعرفش الكذب، صدقوها وتوكلوا على الله. وتعالوا ناخد، وانا شايف اول مكالمه جات لنا النهارده، تعالوا نشوف مين المتصل بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ كل سنه حضرتك طيب، ربنا ما يحرمنا من الخير اللي انت بتعمله ابدا يا رب ويكرمك. نفسي بس من امنيتي في الدنيا انك تسمع رسالتي وترد عليا، الله يبارك لنا فيك يا رب. زي ما سمعنا اول اتصال جانا من لبيبه سعد، يا ريت تتصل بيها. الو، السلام عليكم، اكلم الاستاذه لبيبه سعد؟ ايوه ان شاء الله. مين معايا؟ انا عمرو الليسي من برنامج ابواب الخير على راديو مصر. انا يا دكتور عمرو، ازاي حضرتك؟ انا مش مصدقه نفسي والله، والله ما مصدقه نفسي ان حضرتك سمعت الصوت. الله يبارك لك. اه والله انا عمرو الليسي. ازاي حضرتك يا ست لبيبه؟ رب تكوني بخير. انت قعدت كلمتينا دلوقتي بالاماره ولسه زيعين رسالتك. والله العظيم انا سعيده جدا ان حضرتك كلمتني والله يا دكتور عمرو. احكي لي بقى يا ست لبيبه، حكايتك ايه وظروفك ايه؟ كان طالب ان انا اعمل اي مشروع مع انا اصلا في الادوات المنزليه، وكان نفسي امنيتي من الدنيا ان انا حضرتك تعمل لي المشروع ده. والله والله حضرتك انا زوجة، انا ست كبيره عندي 62 سنه، وجوزي عندي راجل برضه مسن عنده 87 سنه، وحضرتك والله ما في اي حد بيعمل انا والراجل. فعايزه كل اللي بتمناه من حضرتك انك تعمل لي المشروع بتاعي بس. والله يا ربنا اللي يلم بظروفك وما بيشتغلش في اي حاجه، وانا ست مريضه بتعالج من السرطان. يعني انا ست مريضه والله بتعالج من السرطان، ولو عايزين اوراق من المعهد الاوراق ما اجيبها لكم. ربنا اللي انا بالله فيه، كل امنيتي من الدنيا ان انا يبقى لي حاجه سند عليها. طب انت ظروفك المرضيه ايه قولي لي؟ مرض انا واحده جالي سرطان السلم من 12 سنة في 2012، عملت العملية وبعدين حاليا رجالي تاني في صدري التاني، فبتعالج وباخد كيماوي وبيقولي لي هتاخد كيماوي وبعد الكيماوي في عملية. طب انا هقولك بقى حاجة، عينيا الاتنين، انا هعملك احلى مشروع ادوات منزلية ان شاء الله، وهقفل معاكي دلوقتي وهم زمايلي قاعدين قدامي انا، وانا بس دايما بقى في البرنامج دايما بيكون معايا الفريق الاعداد سامعيني، هيكلموا حضرتك فورا على طول، وان شاء الله نجيب لك لغايه عند حضرتك باذن الله، ان شاء الله باذن الله المشروع بتاع الادوات المنزليه، وربنا يكبر بخاطرك ويكرمك ان شاء الله باذن الله. جزاك الله كل خير يا ابني ويديك ويرضيك يا رب. الف شكر يا دكتور، ربنا ما يحرمناش ابدا. واحنا مستمرين معاكم في دعم جميع المشروعات الصغيرة لكل المستمعين، وبفكركم كمان احنا بنقدم 15 رحلة عمرة بعد الحج ان شاء الله، و50 جهاز عروسة خلال هذا الشهر ان شاء الله بإذن الله. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، معاكم عمرو الليسي. نفتح سوا رجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 2578-5893. مش دايما المكسب بتاعك بيكون في انك انت قدرت تاخد كل حاجة، اوقات المكسب الحقيقي في انك انت تسيب مش تاخد، تبعد مش تقرب، ترفض مش تقبل، تدي ظهرك بدل ما تفتح دراعاتك. الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود عنده عبارة جميلة قوي بتقول: قد تكون السعادة أحيانا في ترك الأشياء أكثر من الحصول عليها. لازم تعرفوا أن المكسب هو أنك تخسر فلوس وتكسب نفسك، لأن الفلوس بتروح وبترجع، لكن نفسك لو راحت مش هترجع تاني صدقوني. دلوقتي وصلنا لفقرة الإيه؟ المفاجآت، زي ما أنتوا عارفين الفقرة اللي بنحقق فيها كل الأمنيات، وربنا يقدرنا ونحقق كل أمنياتكم. تعالوا نشوف مين صاحب أو صاحبة الحظ السعيد النهاردة في فقرة الأمنيات، فقرة المفاجآت. مساء الخير، ازيك يا دكتور عمرو؟ وانا اسمي محمد عبد الحميد من البحيرة، وانا نفسي ان اعرف، انا عارف ان انت بتعمل خير كتير، ونفسي ان انت تكلمني وتسمع الرسالة بتاعتي. زي ما سمعنا صاحب الحظ السعيد الاستاذ محمد عبد الحميد، رقمه عندك اتصلي بيه.
الو. السلام عليكم، اكلم الاستاذ محمد عبد الحميد، انا عمرو الليسي من ابواب الخير. يا مرحبا دكتور عمرو، انا كان نفسي اسمع صوتك من زمان والله، كان نفسي اللي انت تكلمني البرنامج بتاعك، والحمد لله اللي انت كلمتني وكان نفسي اسمع صوتك من زمان. اهلا بحضرتك، ازيك يا رب تكون بخير. حضرتك كنت بعت لي رساله واحنا كنا لسه حالا زي عينها. عايز بس اقول لك ان الفقره دي اسمها فقره المفاجآت، يعني الفقره دي بنحقق فيها كل امنيات، فيعني اطلب واتمنى وربنا قدرنا استاذ محمد ونقدر نعمل حاجه باذن الله ان شاء الله. تحت امرك، قول لي حكايتك ايه وطلباتك ايه وظروفك ايه. والله انا كان طلبي ان انا اعمل عمليه جدتي، وجدتي عندها تشوهات في الانف وتشوهات في البقاع من جوه، ملهاش تشفحنك. والله هم ثلاث عمليات يا دكتور عمرو، وكل عملية متكلفة 50,000 جنيه. هم الثلاث عمليات دولت الدكاترة كلهم قالوا لنا الثلاث عمليات دولت عاملين 150,000 جنيه، وانا حالتي على الله ما عايش اعمل العمليات في جدي، وانا ما رأيي سلاه على جدي، ما قدرتيش اعمل عملية لجدي، بشتغل في فيتي عند الناس كده ورايل على الله، رايل على الله يعني. وظروفي هي رايل، انا رايل مأجر بيت، وكل شهر بدفع 1,000 جنيه للي مأجر لي البيت ده، وانا رايل على الله ما حلتيش حاجه خالص، صحتي واليوميه اللي انا بجيبها كل يوم ما حلتيش حاجه خالص. طب انت بنتك عندها كم سنه؟ والله هي بنتي عندها 5 سنين، هي حاليا دلوقتي عندها 5 سنين، واتمنى اللي هي تعمل عملياتها عشان تبقى كويسه، واتمنى اللي هي تبقى زي الاطفال اللي زيها ومحدش يعايرنا وكده. كلمني كده عن حال بنتك يعني. والله هو بنتي بقى المفروض كان عملت العمليات ديت من زمان وهي صغيره، عشان العمليات ديت تبقى احسن، بس الظروف حكمت معايا كده ان انا ما اقدرش اعمل العمليات، وما عنديش قدره ان انا اعمل اي حاجه ولا اجري بيه. الحمد لله اللي انت بعت لك رساله وانت كلمتني، واحمد ربنا واشكر فضله اللي انت كلمتني. انت عندك اولاد تانيين يا استاذ محمد؟ والله انا معايا ياسمين وادم اصغر من مي، هم طبيعيين، ما فيش الا مي هي اللي عندها تشوهات، فالحمد لله اللي يجيب ربنا، الحمد لله اللي جيب ربنا. لألف سلام عليها وربنا يطمنك عليها. والبرنامج بيقدم لك النهاردة 150,000 جنيه، هنعمل بيهم عمليات لعلاج تشوهات الأنف والفم، وإن شاء الله هنعملها على المراحل المختلفة، وتطمن احنا ملتزمين بسداد المبلغ وملتزمين بالعلاج بنتك إن شاء الله، وربنا يحفظها لك وتقوم بألف سلامة، واحنا مستمرين في علاج كافة الحالات المرضية اللي ابتدت للبرنامج. والله يا دكتور عمرو ربنا يديك الصحة وتعمل العمليات على طول، اللي زي بيتي يعني، في ناس كتير اللي هم مش قدرتهم اللي هم يعملوا العمليات ديت، وانت ربنا يخليك دايما ويخليك دايما للغلابة اللي جاينا، وربنا يحميك، ربنا يحميك للغلابة اللي جاينا يا دكتور عمرو. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، معكم عمرو الليسي. نفتح سوا أبواب الخير، نفتح سوا أبواب الخير. ورجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي. انتوا عارفين ان في رزق ما حدش واخد باله منه، الرزق ملوش علاقه بالفلوس او الاملاك او الثروات اللي كلنا بنحلم بيها. عارفين هو ايه؟ هو القلوب اللي ربنا بيسخرها للواحد علشان تسعده وتطمنه وتريح باله، القلوب اللي بتخاف عليك واللي بتحميك باهتمامها ودايما بتحوطك بدعواتها الحلوه اللي بتسعد قلبك وروحك، القلوب اللي بنلاقي فيها الحب اللي بنحتاجه والونس اللي بندور عليه والوفاء اللي بنحمد ربنا لما نلاقيه، قلوب طيبه زي اصحابها، صافية زي مشاعرهم، نقية زي ضمائرهم، صادقة زي تعاملاتهم. عشان كده خلوني أدعي ليا وليكم إن ربنا يرزقنا دايما بالقلوب الحلوة دي اللي بتفتح لنا أبواب خير ما كناش بنتخيلها أو بنحلم بيها. وبمناسبة القلوب اللي مليانة خير، معانا النهاردة مبادرة جميلة قوي،
هتعلمنا ازاي نعمل خير وصدقة جارية لشخص افتقدناه. بطلة مبادرتنا بدأت في المبادرة دي بعد ما مرت بأزمة كبيرة جدا، وهي وفاة والدتها اللي كانت بتحبها جدا، وفكرت انها لازم تعمل خير كصدقة جارية لوالدتها، وبدأت تعمل جروب أصدقاء في الخير، وبدأت في النشاط إطعام وقوافل طبية وتوصيل مواد غذائية وتوصيل مية للقرى. وما شاء الله ما شاء الله والله، يعني المبادرة كبرت وبقى ليها أنشطة كتيرة في مجالات متعددة. تعالوا بقى نكلم صاحبة المبادرة الجميلة دي الأستاذة رانيا الرامي عشان أقول لها ربنا يكرمك وكتر ألف خيرك. أستاذة رانيا أهلا بيكي، وأنا برحب بيكي وبالسعيد بالمبادرة بتاعتك. قولي لي بقى حكايتها إيه وبدأتيها إمتى وإزاي؟ برحب بحضرتك دكتور عمرو، سعيدة أني موجودة مع حضرتك في المداخلة دي في برنامجك أبواب الخير. طبعا تشرفت بأن أنا أكون يعني بعمل مداخلة مع حضرتك. المبادرة بتاعتنا جروب أصدقاء في الخير تم تنفيذها من 2016، وكان السبب في ان انا سبب الفكرة بعد وفاة والدتي. جات لي فكرة ان انا عايزة اعمل لها صدقات زي اي حد بيعمل لأهله لما بيتوفوا صدقة، بس انا من الناس اللي بتحب تنفذ الحاجة بنفسها. تواصلت مع اكتر حد وبدأت أنزل أنفذ، وبعدين جات لي فكرة وأنا قاعدة ليه أنا وأصحابي وقرايبي ما نعملش زي مبادرة أو جروب، ونبقى كلنا بننفذ صداقتنا وبننفذ يعني الخير بتاعنا بأيدينا. وجات من هنا الفكرة إن إحنا عملنا جروب أصدقاء في الخير، وبدأنا ننفذ كلنا الأعمال بتاعتنا بنفسنا. أنا عارف إن المبادرة دي ليها أنشطة كتيرة، يا ريت تحكي لي عنها يا أستاذة رانيا. والله يا دكتور عمرو الحمد لله إحنا ربنا وفقنا ويسر لنا الأمر إن إحنا نعمل أنشطة كتيرة، منها الإطعامات على مدار السنة كلها، بنعمل كفالات للأيتام، كفالات للمسنين، بنعمل أسقف، وصلات مية، أبار مية، بنزرع نخل صدقة جارية، بنبني مساجد، دور تحفيظ قرآن، بنعمل عمليات، بنعالج مرضى، بنقفل طلبة علم. يعني الحمد لله لينا أكتر من حاجة، مش نشاط واحد، ومستمرين فيه بأمر الله، وكل يوم بندور نعمل حاجة جديدة. يعني آخر حاجة حاليا بنجهز إن احنا نعمل حضانة بالمجان، حضانة أصدقاء في الخير دي اللي احنا شغالين عليها في الوقت الحالي. بننفذ وصلات مياه في محافظات كتير، بنشوف الحالة المحتاجة والمستحقة، بنستكشفها، بنتأكد من استحقاق الحالة فعلا، وبنوصل لها مياه. بنشوف الأسقف، بيجي لنا حالات استغاثة من بيوت في قرى ما فيهاش أسقف، بننزل برضو نشوف الحالة وهل هي مستحقة ولا لا، وأول ما بنتأكد أنها مستحقة بنبدأ نعمل أسقف للحالات. طبعا زي ما قلت الإطعامات بشكل دائم طول السنة، بتكتر شوية بس في رمضان بس، وبتبقى سحور وفطار، لكن في الأيام العادية بنعمل إطعامات بشكل دائم. بتجيلنا حالات مثلا زي استغاثات حالة فقيرة محتاجة العملية، أو محتاجة إنها تقعد طفل مثلا محتاج حضانة، ولادة متعثرة، كل الحاجات دي برضو بنغطيها في الجزء الطبي. بنعمل قوافل طبية، بنعمل قوافل مواد غذائية، بنسافر محافظات وبنسافر بتبقى معانا شنط مواد غذائية بيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياج، وبنوزع برضو بيبقى واخدين مثلا عجلة أو جمل بيتم ذبحها وتوزيعها على الأسر. بنقوم ببناء دور تحفيظ قرآن، بنبنى مساجد، أبار مية للقرى الفقيرة اللي محتاجة، كفالات طلاب علم، الطلاب اللي هم ممكن يكونوا مغتربين ويكونوا ما عندهمش إمكانية مثلا، بنساعدهم نتكفل بيهم. في أنشطة كتير جدا الحمد لله، وربنا يقدرنا ونستمر. إيه المناطق اللي تستفيد من هذه المبادرة؟ الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لغاية، رحنا الواحات، رحنا سيوة، بني سويف، المنيا، إسماعيلية، إسكندرية، البحيرة، اينا، سوهاج، لسه ما رحناش الاقصر واسوان، بس ان شاء الله قريب في الخطه بتاعتنا. العياط، اطفيح، ابو النمرس، الصف، طبعا جوه القاهره في بقى في المطبعه ودار السلام، فيصل، مريوطيه، اماكن كتير، اتجاهات حلوان، عند في اكتر من مكان في حلوان. يعني نقدر نقول ان احنا مغطين بورسعيد، رحنا بورسعيد برضو، عملنا شغل في القليوبيه، شبين القناطر. فترة جاية برضو من ضمن الخطط بتاعتنا ان احنا ننزل رشيد وكذا مكان، يعني ان شاء الله. تعتبر احنا شغالين في محافظات كتير جدا الحمد لله. اكيد يعني وسط
كم الأحداث دي مر عليكي مواقف أكيد أثرت فيكي من خلال المبادرة دي، ياريت تحكيها لي. أكثر المواقف اللي بتقابلني وبتخليني بتأثر بيها جدا، أنا لقي الناس الفرحة اترسمت على وشوشهم، في ناس بتبكي بتبقى بكاها اللي هو بكا فرحة مش بكا حزن، دعوات وانت ماشي من عند الحالات بتبقى تفضل تسمعها لغاية ما توصل لعربيتك وعمال يدعي لك وفرحان بان انت سطرته او ان انت ساعدته او انت وقفت جنبه. طبعا المواقف دي بتفضل في ذاكرة الانسان انها حاجة قوية جدا، ان انت كنت سبب سعادة لناس انت ما تعرفهمش وممكن ما تكونش هتشوفهم تاني في الحياة. يعني في كم متطوع مع حضرتك؟ والله الحمد لله احنا الجروب اول ما ابتدى كنا يعني ابتدى صغير وبدأ يكبر يكبر، لما وصلنا دلوقتي احنا حوالي 150 فرد اصدقاء وقرايب. يعني احنا الجروب بتاعنا او المبادرة بتاعتنا حوالي 150 فرد ما بين اصدقاء وقرايب. طب ايه الرسالة اللي تحبي توجهيها النهاردة لكل حد نفسه يعمل خير؟ والله يا دكتور عمرو انا حابة اوجه من خلال حضرتك طبعا ان انا نفسي الناس كلها تحس بغيرها، نفسي الناس كلها تبدأ تنفذ يعني بشكل كل واحد يقوم بالدور الخاص بي ويدور في المحيط بتاعه والناس القريبة منه، الناس اللي هو بدأ يعني شايف ان هم محتاجين مساعدة، مش لازم ان هو يروح اماكن بعيدة، بس على الاقل لو كل واحد فينا دور على الناس القريبة منه، الناس اللي بيقابلها بشكل يومي، يشوف لو حد محتاج يساعده، كل مجموعة أصدقاء تتكاتف وتعمل زي مبادرة أو زي جروب ويبدأوا يساعدوا الناس يحسوا بغيرهم، الناس كلها هتبقى مرتاحة وكلنا هنبقى كويسين ومحدش هيبقى محتاج. نفسي كل الناس تحس بغيرها وتقوم بدورها، يعني احنا كل واحد فينا مسؤول قدام ربنا ان هو يقوم بدوره في خلال يعني تجاه المجتمع اللي هو عايش فيه، تجاه الناس المحيطة بيه. وضعنا هيتغير، حياتنا هتتغير، احنا كمان من جوانا لما بتعمل ده بتحس بسعادة، سعادتك بتوصلك بناء على سعادة الناس. ربنا يا رب يكرمك ويكبر بخاطرك ويوفقك، انت بتعملي عمل عظيم. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على اذاعة راديو مصر، معكم عمرو الليثي. نفتح سوا ابواب الخير. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر، معاكم عمرو الليثي، ومعانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. لكل ما يتعلق بالامور الشرعيه الخاصه بسك الاضحيه، الاورمان تسال ودار الافتاء تجيب. عندما تكون الاضحيه بقره، ما اقل ما يجزأ في الهدي الواحد؟ استاذ عمرو ازاي حضرتك؟ انا بقى اكمل فعلا ان كل سنه وحضرتك طيب، وكل ما العيد الاضحى قرب الناس كلها طبعا الناس يعني كل ناس مصر الطيبين كل واحد حسب استطاعته بيضحي في هذا الموضوع. احنا برضو سألنا نفس السؤال ده لدار الإفتاء، فأنا أكتر من سنين بنسأل ودائما بيجينا إجابة، وأنا بحب أقول لسيادتك زي ما قلتها قبل كده برنامج بقول لك سيادتك الرقم والتاريخ، فتوى رقم 226 لسنة 2015، سؤال الأورمان أقل ما يجزئ في الهدي الواحد في حالة ذبح بقرة، الشاة تجزئ عن واحدة طب. البدنة اللي هو الجمل أو البقرة أو الجاموس تجزئ كل منها عن 7 بشرط ألا يقل نصيب الواحد في حياته عن الصبح. التوزيع بقى يا فندم ده واحد يقول لي خلاص أنا مش عاوز من نصيبي حاجة خالص وزع كله، أنا عاوز تلت الصبح، أنا عاوز تلت زي ما هو عاوز، وناس تقول لك يعني إن شاء الله كله أوزعه على، فده كله طبقا لرغبة المضحي، لكن أنا بطمن المضحي بقول له ده هو الشرع هو، بقول له زي ما أنت عاوز بالظبط، بعرف المضحي مشروعية سق الأضحية، موقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالمشروع من أمور الأضحية في التوزيع للهدي الواحد. بشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وكل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حلقتنا خلصت. قبل ما أسيبكم عايز أقول لكم على أجمل وأعظم وأرقى عبارة ممكن نقولها في حياتنا. العبارة دي هي الحمد لله. الحمد لله الذي جعل أشياء تكفي أشياء، وأشياء تمسح حزن أشياء، وأشياء تجعلنا لا نحتاج إلى أشياء. الحمد لله على تبدل الحال، وعلى المصيبة اللي بعدها فرح، وعلى المرض اللي بعده شفاء، وعلى الوحدة اللي جواها ونس من غير معاد، وعلى الصباح اللي انتظرناه ولم يخزننا. الحمد لله على البيت والشغل وأي رزق من عندك يا رب. الحمد لله على الأولاد بيملوا علينا البيت وأب وأم ساكنين جوا القلوب. الحمد لله على نعمة الرضا
والقدرة على العطاء والصبر على أي بلاء أو ابتلاء. الحمد لله على السرير والمخدة واللقمة اللي تشبع. الحمد لله على الصحاب الحلوة والأوقات الجميلة والذكريات اللي ما نقدرش ننساها. الحمد لله على نعمة الصحة والستر. الحمد لله على السمع والنظر والعقل. الحمد لله على 24 قراءات وعلى نصيبنا اللي ربنا كتبهن في الدنيا. الحمد لله على ما أخذ الله وما أعطى. الحمد لله على كل النعم الثابتة والدائمة في حياتنا. الحمد لله على الحمد لله. نشوفكم على خير في صحة وستر وسعادة. كان معكم عمرو الليسي. السلام عليكم. نفتح سواه.